موجز الأخبار من التناصح، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاقها حملة أمنية للكشف عن مصير المغيبين قسرا والجهات الضالعة في تلك الوقائع الإجرامية، داعية كافة ذوي المغيبين قسرا بضرورة إبلاغ الجهات المعنية بوزارة الداخلية. وعزت الوزارة في بيان لها الخميس سبب هذه الحملة إلى تعرض الكثير من المواطنين للخطف والسجن والاعتقال خارج إطار القانون، لافتة إلى أن هذه الممارسات تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ويحاسب مرتكبها بأشد العقوبات. تمكنت قوات الدعم السريع السودانية بقطاع شمال دارفور من ضبط مجموعة مكونة من 162 عنصرا كانوا متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا. قوات الدعم السريع أوضحت أن القوة تمكنت في 12 من يوليو الجاري من ضبط مجموعة مكونة من 80 شخصا من بينهم أجنبيان من سوريا كانا في طريقهما إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا. كما تمكنت أيضا نفس القوة في وقت سابق من ضبط مجموعة أخرى مكونة من 82 شخصا كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة التركية لن تدع الشعب الليبي يواجه خطر الانقلابيين وحده. أردوغان خلال تصريحاته اليوم للصحفيين عقب صلاة الجمعة في اسطنبول أضاف أن تركيا تأخذ على عاتقها كافة المسؤوليات تجاه الليبيين، وأن الاتفاقية الليبية التركية لا زالت كما هي، وأن الحكومة لن تتوانى أو تتوقف عن دعم الحكومة الشرعية الليبية. كما أشار الرئيس أردوغان إلى أن الإمارات تتصرف كالقرصان في ليبيا من خلال دعمها لحفتر بكميات كبيرة بالسلاح والأموال. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حجم الخسائر التراكمية نتيجة الإقفالات الحالية للموانئ النفطية وخطوط نقل الخام لمدة 180 يوما متواصلة قد بلغت أكثر من 7 مليار دولار أمريكي. وأكدت المؤسسة عبر موقعها الرسمي رفضها للابتزاز والتمسك بسيادة القانون لعقاب من تسبب في هذه الخسائر، موضحة أن دورها يكمن في توريد المال لمصرف ليبيا المركزي من خلال عمليات البيع ولا علاقة لها بآلية إنفاقه. هيت الموجز، دمتم في حفظ الله وأمانه، إلى اللقاء. Thank you.